أروع المخادم أول واحد براعة على البراعة كاين براكة تاعتي عجبتها نضربوا ديما تما واحد تقرق هنا صاي روح من هذيك مشات صاي بشرات هو سميها مع ديار روح شوف اخويا برافيك راه مهدم صورها فيديو على قد حنا سكان المزرعه تاع بن تركي اللي حمل عليها الواد وما لقاتش كاع من يفوتوا السكان تاعها باش يتصلوا ويتواصلوا مع ولادهم وكل شيء. نطالبوا راكم انتوما شاف دايره قال لنا عطانا وعد الخطره اللي فاتت نهار اللي جات الحمله قال لنا في اقرب وقت تسكنوا. الوقت روح اروحوا شوفونا اليوم كي رانا عايشين وقلت لنا جويي نسكنوا في جويي ولا كي غادي نديروا حنا. هذا السؤال اللي هو نوجهه له هو خاصه هو كمسؤول علينا. راهم وعدونا السلطات وشاف دايره وحاضر شخصيا باللي زيفطنا لجان تمركينا وبيعطونا المساكن. حنا راهم اليوم جاو وراهم بوجود وسائل الاعلام راهم داروا دار بدار وان شاء الله يكون هذا الوعد صادق باذن الله. باسكو رانا مغبونين. الحمله الفيضانه دخلت حتى البيوت تاعنا. الاطفال متشردين لا قرايه ساشي تاع حليب ما نقدروش نشروها. الريسك بيان سور عندنا الريسك هنايا. هادو كاع المواطنين اللي راهم هنا كاع مغبونين. التالي فيهم عنده 3 تاع البز 4 تاع البز. حنا كل خاطر يجي عندنا شاف دايره قلنا غادي نعطيكم مساكن بصح حنا ينطبق علينا قانون منكوبين. كيف نقرع دوسيه في بيت قصديري انا مغبون واحد من الناس ما عنديش كون عندي اقامه ولا عندي سكنه يا اف3 ولا اف2 نصون فيها كرامه تاعي وكرامه الابناء تاعي نقدر نستنى الدوسي. بصح انا كي ندير نستنى باراني انا منكوب خويا ما نقدرش نستنى 5 سنين بيعطوني مسكن. جاتنا اللجنه رجال الدرك الوطني هم واقفين معنا. اللجنه واقفه معنا الله يخلف عليهم. شاو اخويا حنا جانا نطلبوا على شاف الدايره. شاف الدايره يوقف معنا ولا بلعوا الطريق خويا يدير لنا حل. حنا ولادنا راهم في الضايع. ولادنا مرضوا بالميكروب راهم كل شيء راه الواد حدانا وزوج الباص تاع راح لنا في الواد. ايوا حنا نديروا بلاصتنا في بلاصه اماتهم.